السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوتي المغاربه، كنتمنى من الله كلشي يكون بخير وعلى خير وصحه جيده. مدينه تماره وملف قاطيني دور الصفيح، بزاف الناس كيوي اخو ايوب حاول صورنا العمليه ديال هذه المجموعه من النقاط في تماره، فكنحاول الاخوان اليوم كتشوفوا بنايه ار بلس 2، بنايه كبيره كتشمل عمليه الهدم. كنهضروا على جامايكا وكنهضروا على دوار جديد، عمليه هدم كبيره وبنايات كبيره كما كتوضح الصوره. شوفوا البنايه فين واصله الاخوان، راكم شفتوا كل شيء قدامكم. ار بلس 2 كتشمل عمليه الهدم، يعني الطابق السفلي وجوج ديال الاطباق من فوقها، فيعني طبقين فوق الطابق السفلي، فعملية الهدم مستمرة لكل الأمور العشوائية المتعلقة بإعادة إيواء قاطيني دور الصفيح بعمالة صخيرة تمارة. كما كيعرف الجميع دوار الصهد كمل، وداعا دوار الصهد، آخر اللمسات اللي كاينة في دوار الصهد حاليا هو يعني الهدم ديال الأسوار اللي بقاو ديال البراد اللي تحيدوا من الخزائر وخرجوا من ماليهم. هنا كنهضروا على النقطة ديال جامايكا التراب التابع للملحقة الإدارية الثالثة، واللي كيشرف عليه قائد الملحقة الإدارية الثالثة الأخ رشيد اللي كيواكب العملية عن قرب وكيوقف على كل كبيرة وصغيرة. الأرقام في ارتفاع متواصل، مجهودات كبيرة كما كنشوفوا، مجموعة من الآليات اللي كتدخل اللي دخلات للدوار واللي اخترقات الدوار طول وعرض. ربما النقطة اللي كنتمناو من الله أن السلطات المحلية أنها تلتفت لها، وهي الأسر اللي في وضعية صعبة، الأسر اللي ما لقاتش الكرة، الأسر اللي كتقلب وخا غير على كراج، على بيت صغير كنقولوا بيت، لأن البيت ما بقيتيش كتلقاه دابا في تمارة. والله القاسم إلا حالات كيقلبوا دابا على الكرة ما لقاوش. نتمنوا من الله الخير والتيسير والاكثر من هذا. كنتمنى من الله وحنا في هذه الايام المباركه ديال الخير وفي هذه العشر الاواخر ديال العطاء ديال التقرب الى الله، فكنبغيو نقولوا للسلطات المحليه كذلك انه في هذا الباب ديال الحالات المستعصيه اللي كندوزوا في فيديوهات في لي لايف، كنتمنوا من الله يتخاذوا بعين الاعتبار هذه الاسر، يتخاذوا بعين الاعتبار. راكم شفتوا الحالات اللي صورنا معاهم البارح، شفتوا الحالات اللي صورنا معاهم قبل، راه ناس دابا ولاو ساكنين في مدن اخرى، مساكن عند خوتهم عند احبابهم عند عائلاتهم، لان ما عندهمش باش يكريو في الصباح، كيخصهم يشدوا الترونسبور باش يلتحقوا بالمؤسسات التعليميه اللي كانوا كيقراو فيها وليداتهم في المدينه ديال تماره. فرجاء رجاء هذه رساله للجهات المسؤوله انها تاخذ بعين الاعتبار هذه النقاط، لانه كاين ناس ما عندهمش مساكن، كاين ناس ما فحالهمش، كاين ناس ما فحالهمش. وكما كتشوفوا هنايا قائد الملحقه الاداريه الثالثه كيواكب العمليه وكيوقف على كل كبيره وصغيره، الارقام في ارتفاع متواصل، ونتمنوا من الله الخير والتيسير للجميع. Thank you.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.